ازيكم يا جماعة واهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة حابب اتكلم معاكم كده عن شوية مميزات قبل ما قالتهاش في المؤتمر بتاع WWDC عن iOS 15. بس قبل ما اقول لكم ايه هي المميزات دي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم جديد الفيديوهات. يلا بينا. في تغييرين مهمين جدا في التصميم قبل ما قالتهمش في المؤتمر. التغيير الاول موجود في الابليكيشن بتاع الاعدادات. دلوقتي الابليكيشن بقى شكله مطور او مودرن اكتر. كمان الفونت بتاع العربي الموجود على الايفون بقى شكله مختلف، ودي حاجة كويسة جدا. ولكن التغييرات بتاعت التصاميم عموما مش كتيرة في الاي او اس 15. كمان دلوقتي في شوية تغييرات وتعديلات على الميموجز بتاعت ابل. دلوقتي تقدر تختار الملابس فعليا على الميموجز اللي انت بتصممها. كمان تقدر تختار لونين عين مختلفين عن بعض في الميموجز الموجودة اللي انت بتصممها بنفسك. واعتقد ان دي حاجة ممكن تهم الناس اللي بتحب الميموجز وبتستخدمها في الفيس تايم وبتستخدمها في الحاجات التانية. في ميزة مهمة برضو قبل ما اتكلمتش عنها موجودة في تطبيق الصور. دلوقتي لو عملت سوايب اب على اي صورة موجودة عندك تقدر تشوف المعلومات بتاعت الصورة. ابرز المعلومات دي هي حجم الصورة ومتصورة امتى والشاتر سبيد بتاعها والكلام ده كله. كمان تقدر تضيف اللوكيشن بتاع الصورة بنفسك، مش لازم الموبايل هو اللي يضيفها لك. وتقدر بشكل عام تضيف معلومات عن الصورة بشكل متطور. من الحاجات برضو اللي قبل ما قالتهاش انك تقدر تتحكم في تصميم الهوم سكرين او البلانك بيج بتاعت سفاري. للي مش عارف ايه هي البلانك بيج دي، هي الصفحة اللي بتظهر لك اول ما تفتح الابليكيشن بتاع سفاري. الجديد بقى ان دلوقتي تقدر تختار تصميمك الخاص، يعني ممكن تحط خلفية للصفحات بتاعت البلانك بيج دي. ده طبعا بخلاف مميزات سفاري التانية انك دلوقتي تقدر تضيف اكستنشنز على الابليكيشن بتاع سفاري. من الحاجات برضو اللي قبل ما قلتهاش عن تطبيق سفاري انك دلوقتي تقدر تعمل سيرش عن اي كلمة موجودة في الويب بيج عن طريق صوتك، واعتقد دي حاجة ممتازة جدا وبتسهل عليك جدا. من المميزات برضو اللي قبل ما اتكلمتش كتير عنها انك دلوقتي تقدر تستخدم سيري والموبايل مش متوصل بالانترنت، ولكن الكلام ده طبعا هيكون على التطبيقات الاساسية بس، زي مثلا انك تطلب من سيري انها تتصل باي حد او تبعت مثلا مسج لاي حد، ده مش هيتطلب انترنت، وده طبعا هيخلي سيري اسرع بشكل كبير جدا. وطبعا الموضوع ده هيكون مطمئن لناس كتير جدا، لان صوتك او الاوامر اللي بتديها لسيري هتكون موجوده جوه الموبايل ومش هتروح لسيرفرات ابل. كمان في ميزتين جداد في الهوم سكرين. تقدر دلوقتي تغير ترتيب الصفحات بتاعت الهوم سكرين على حسب ما انت عايز، يعني تقدر تغير ترتيب صفحه مكان صفحه تانية. يعني مثلا تجيب الصفحه رقم 2 تحطها رقم 3، وصفحه رقم 3 تحطها صفحه رقم 2. كمان دلوقتي تقدر تمسح صفحه كامله بالتطبيقات بتاعتها مباشره من الهوم سكرين. كان الاول لازم تمسح تطبيق تطبيق، ولكن دلوقتي ممكن تمسح الصفحه كامله. في ميزه كمان جديده موجوده في الكاميرا بتاعت الايفون 12 والايفون 12 برو، وهي ميزه تصوير البانوراما. طبعا تصوير البانوراما ده موجود في كل الايفونات، ولكن الجديد في الايفون 12 والايفون 12 برو ان دلوقتي الميزه دي بقت محسنه. يعني في مشكله شائعه في الصور بتاعت البانوراما بتاعت الايفون، ان اوقات بيكون في زي مثلا مناطق سودا يمين وشمال الصوره او فوق وتحت الصوره. الموضوع ده مش هيكون موجود دلوقتي. كمان عن طريق الذكاء الاصطناعي لو في حاجه بتتحرك وانت بتصور صور البانوراما، الذكاء الاصطناعي هيقدر يعالج لك المشكله دي والصوره تظهر كويسه جدا. ولكن زي ما قلنا الميزه دي هتكون موجوده بس على الايفون 12 والايفون 12 برو. من برضو المميزات الجديده اللي اتضافت مع تحديث الاي او اس 15 وقبل ما قلتهاش، انك دلوقتي تقدر تعمل زوم وانت بتصور كويك تيك من الموبايل. في ميزه كده كانت قبل قدمتها السنه اللي فاتت، انك تقدر تعمل كويك تيك للفيديو. لو انت مثلا عايز تصور فيديو بسرعه بتدوس على زرار الشاتر بتاع الكاميرا فبيعمل فيديو كويك تيك. ولكن المشكله في الموضوع ده انك ما كنتش تقدر تعمل زوم. دلوقتي ممكن تعمل زوم عادي جدا وانت بتاخد فيديو كويك تيك. في ميزه مهمه جدا ورائعه جدا، هي انك تقدر تعرف مكان الموبايل بتاعك وهو مقفول. طبعا اول حاجه اي حد بيعملها لما مثلا بيسرق موبايل او بيلاقي موبايل وعايز ياخده ان هو بيقفل الموبايل ده، ولكن دلوقتي تقدر تعرف مكان الموبايل بالظبط وهو مقفول، وطبعا ده عن طريق الابلكيشن بتاع فايند ماي. في ميزه كمان موجوده وانت بتكتب، كانت موجوده زمان ولكن ابل شالتها ورجعتها تاني في الاي او اس 15، انك لما تيجي تحدد نص معين بيبقى فيه عدسه مكبره كده بتظهر لك النص بصوره اوضح. الميزه دي رجعت تاني في الاي او اس 15. من الحاجات برضو اللي اتطورت في الاي او اس 15 ان دلوقتي لما تيجي تملي الموبايل ان هو يكتب لك حاجه معينه بيبقى فيه مايك كده جنب الكيبورد بتدوس عليه وتقول الكلام، فالموبايل بيحول لك الكلام ده لتكست.
الميزة دي بقت مطورة اكتر وبقت بتفهم العربي بشكل اوضح، وكمان الميزة دي المفروض انها دلوقتي بقت بتفهم اللغة العامية العربية السعودية تحديدا. في ميزة برضو حلوة جدا انك دلوقتي بقى عندك حاجة في تطبيق النوتس اسمها سمارت فولدر. السمارت فولدر دي هتقسم لك النوتس بتاعتك لفولدرات عن طريق حاجات معينة مشتركة ما بينهم، زي مثلا لو انت عامل هاشتاج معين مقرر في كذا نوتس هتلاقي فولدر الهاشتاج ده موجود عندك، تقدر تفتح الفولدر ده وهيظهر لك كل النوتس الموجود فيها نفس الهاشتاج. في ميزة رهيبة بقى ولكن هي مش هتفيد كل الناس، ولكن هتفيد جزء كبير جدا من مستخدمي الايفون، انك لو بتستخدم تطبيق الفويس ميموز اللي بتقدر تسجل من خلاله حاجات صوتية، دلوقتي التطبيق ده بقى فيه شوية مميزات حلوة جدا. يعني زي مثلا انك تقدر تشيل الفراغات الموجودة جوه الصوت، يعني لو انت مسجل صوت معين والصوت ده فيه فراغات او اماكن صمت، الابليكيشن بشكل تلقائي هيقدر يشيلك الحاجات اللي ما فيهاش صوت دي. كمان تقدر تشيل النويز بتاع الخلفيه او تعلي الصوت قوي، لو انت مثلا في مكان عايز تظهر الصوت بشكل اكتر تقدر تعلي الصوت وتخليه يلقط كل الصوت اللي حواليك، او تقدر تشيل الاصوات المحيطه حواليك لو انت حابب. كمان تقدر تسرع او تبطئ التسجيل الصوتي اللي انت مسجله، ودي حاجه هتكون مفيده جدا. الميزه بقى الاخيره واللي ناس كتير ما اتكلمتش عنها هي ميزه موجوده في السوفت وير ابديتس بتاعت الجهاز. دلوقتي لو انت عايز مثلا ما تعملش ابديت للجهاز بتاعك للسوفت وير الجديد، زي مثلا لو انت مش عايز تنزل الاي او اس 15، تقدر ما تعملش الموضوع ده. يعني تقدر باختصار تخلي الموبايل ينزل لك التحديثات الامنيه للاي او اس 14 وما ينزلكش الاي او اس 15 لو مش عاجبك، وده بشكل رسمي ومن قبل مباشره. وبس كده يا جماعه، لحد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك شير الفيديو لو عجبكم، كمان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم جديد الفيديوهات. سلام.